أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الأحد 24 يناير 2016. بالأمس كان الطقس صحو بوجه عام، وازدادت الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر، وتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية. أما الطقس الحالي فتشير صورة الأقمار الاصطناعية إلى خلو الدولة من السحب بوجه عام، مع وجود بعض السحب الخفيفة على بعض المناطق الشمالية. ننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث تتأثر الدولة بامتداد مرتفع جوي من الشمال الشرقي مع وجود منخفض جوي من الشمال الغربي، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئي على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية أواسط العشرينات، والداخلية أواخر العشرينات، والجبلية حول 15 درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام بالعمق. أما بالنسبة لبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن قدمين إلى 3 قد يصل 4 أقدام بالعمق. طقس الغد يكون الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئي أحيانا على بعض المناطق، وقد يتشكل بعض الضباب على المناطق الداخلية، ويصبح البحر مضطرب في الخليج العربي في آخر الليل. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، في أمان الله.